الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي وفي استقبال سيادته بمطار نيروبي الصالة الرئاسية الرئيس الكيني ويليام روتو، في زيارة هي الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولى هذه الزيارات كانت في عام 2017، زيارة هامة تدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التجارة والاستثمار وغيره القطاع.